بارك الله فيكم شيخنا. السؤال العاشر: بعض البنوك يشترط على المقترضين أن يفتحوا حسابات بنكية برسوم 5000 أوقية، علما أن القرض خال من المرابحة، ولكنه يكون مشروطا بهذا الشرط، هل يجوز ذلك؟ بالنسبة للبنوك لا يمكن أن تتعامل مع أي أحد ليس لديه حساب، لديها ليس له حساب اعتماد مفتوح باسمه لديها، وحساباتها واعتماداتها تدفع فيها رسوم بسيطة كما ذكر في السؤال، فلا حرج في ذلك في التعامل، لأن المصارف لا يمكن أن تتعامل مع من ليس له حساب واعتماد معروف لديها، لأن نقل الأموال بدون ذلك مخالف للقانون وفيه يوقع فيه إشكالات كبيرة، ومن الصعب أن تدفع المال للإنسان المتعامل معها دون أن يكون له أي حساب، أيضا بالأخص إذا كانت المبالغ كبيرة فإحصاؤه لها وعده وتدقيقه للعد يأخذ وقتا كثيرا ويضيق على الزملاء ويضيع فرصا على المتعامل.